is so serious. The Dark Knight بيبدأ بعد سنة من ظهور باتمان في مدينة جوثم ومحاربته للجريمة مع جيم جوردن، ونقدر نقول إن بروس وين ارتاح في شغلانة السوبر هيرو واترستق كده ومضى معاهم عقد سنتين. وبيظهر النائب العام الجديد هارفي دنت، وبيبدأ هو وجيم جوردن وباتمان يمثلوا رموز الخير ويحاربوا الجريمة في مدينة جوثم، لحد ما بيظهر الجوكر وهو كل هدفه إنه يقتل باتمان ويثبت إن الناس كلها أشرار ويكسر لباتمان قاعدته الوحيدة ويخليه يقتله. يا معلم، ده خطط مش خطة. بداية من انت تسرق البنك وان انت يتقبض عليك وتخلي باتمان يختار ما بين ريتشل وهارفي دانت، وبعد كده تهرب من السجن، وبعد كده تروح لهارفي دانت المستشفى وتقول له انت ممكن تقتلني وفليبا كوين، بس انت ماسك طرف المسدس اللي بيضرب نار. خطة في منتهى الذكاء. والخطة الاخيرة ان انت تخلي الناس اللي في المركبتين يختاروا مين يموت مين عشان تثبت ان جوثم لسه فيها شر. بس كل الخطط دي بتفشل وباتمان بيقبض عليه. بس هنا الجوكر عنده خطة صغيرة لسه مستخبية في الكم كده ما بيطلعهاش غير للعزيز الغالي، وهي ان هارفي دانت خاطف ابن جيم جوردن وهيقتله، وهيبين للناس ان هارفي دانت الرجل الطيب الجميل هو اكتر واحد تحول وجواه شر في مدينة جوثم، وبكده خطته تبقى نجحت. فباتمان بيروح وبينقذ ابن جيم جوردن، بس هارفي دانت بيموت. فجيم جوردن بيقول له طب هنعمل ايه، احنا كده ما ينفعش حد يعرف ان هارفي دانت كان خاطف ابني. فبيقول له خلاص مفيش مشكله، وجه كل الجرايم دي ليا، انا لابس ماسك. I can take the fall. وبينتهي الفيلم وباتمان بيجري من البوليس، ودي كانت من اول المرات اللي اسمع فيها الناس بتسقف في السينما، لان هم ساعتها كانوا عارفين ان هم اتفرجوا على فيلم من احسن الافلام وانستنت كلاسيك. نيجي بقى لهيث ليدجر وشخصيه الجوكر. مبدئيا كده شخصيه الجوكر ظهرت على الشاشه 33 دقيقه من فيلم مدته ساعتين ونص، ومع ذلك الفيلم ده محفور في دماغنا ان هو فيلم الجوكر. وده لان هيث ليدجر كان سين ستيلر وكان بيخطف الاضواء اول لما بيظهر، وسبحان الله نفس النقاد اللي طلعوا بهيث ليدجر السما وقال لك ده احسن جوكر جه على مر التاريخ، هم اللي كان اول لما اتعمل له كاستنج قال لك لا يا عم ده ممثل مش ناضج، ده عنده 27 سنه وواد حليوه وكيوت كده. بس كل الاراء دي اتغيرت مع ظهور اول تريلر للفيلم. بس للاسف هيث ليدجر ما عاش عشان يشوف العلامه اللي سابها مع الناس او يستلم جائزه الاوسكار بتاعه، لان هو مات في يناير 2008 قبل عرض الفيلم اصلا، وموته كان خساره كبيره للسينما. وفيلم كريستوفر نولان الثالث في ثلاثية The Dark Knight، لأن نولان كان ناوي يطلعه في الفصل الثالث من The Dark Knight Rises بعد ما بين بيبدأ يهرب المساجين كلها من السجن. تخيلوا العظمة اللي كنا هنشوفها. وهنا نيجي لكريستوفر نولان والفيجن بتاعته في ثلاثية The Dark Knight. الراجل ده جماعة صاحب الفضل إن هو رجع لباتمان هيبته بعد فضيحة باتمان روبن سنة 97. وهنا قام قايل انا عايز باتمان يبقى سوبر هيرو واقعي على قد ما اقدر، يعني واحد ملياردير معاه كام مليون شالهم على جنب وبقى سوبر هيرو بقت مبلوعه. تخيل كده في مصر مثلا ممكن يبقى عندنا مين؟ ممكن يبقى عندنا دساويرس براذرز، ما بيحاربوش جريمة، بيحاربوا الضرائب. وده بان في اختيار نولان للفيلنز، لانه هو اختار كل الاشرار اكتر اشرار واقعيين وممكن يبقوا موجودين في حياتنا الطبيعية اصلا. وميزة نولان هو ايقاع التلات افلام، يعني اقصر فيلم في الثلاثية هو باتمان بيجنز ساعتين وتلت، وعمرك ما بتحس بلحظة ان فيها ملل او فيها حدث مش مهم. وفي ثلاثية اسمها The Dark Knight يعني محدش بيجيب سيرة باتمان خالص، دايما التركيز كله بيبقى على الفيلنز. بس هنا انا هوقفكم واقول لكم احنا لازم نشكر كريستن بيل ان هو واحد من احسن الباتمانز اللي جم في تاريخ السينما كلها، وعشان كده نوقف وسقف لكريستن بيل بس معلش. وده الى غير الويت لوس ترانسفورميشن اللي كريستن بيل بيعملها من دور لدور، ان هو دور يبقى رفيع جدا وبعد كده يزود 30 كيلو عضل وبعدين ينزلهم ويزود ويتخن والكلام ده. هل كريستن بيل حياته او طريقته التمثيليه بتنحصر بس على موضوع الويت لوس ترانسفورميشن؟ لا خالص، ده واحد من احسن الممثلين اللي موجودين في جيله لغايه دلوقتي. هل ده دارك نايت افضل كوميك بوك موفي اتعمل في التاريخ؟ انا بالنسبه لي هو من افضلهم، ان ما كانش من افضل الافلام اللي اتعملت عامه. وبالنسبه لي هو من احسن خمس افلام كوميك بوكس اتعملوا، مع افنجرز اند جيم وافنجرز انفينيتي وور واكس مان دايز اوف فيوتشر باست ولوجن، وعشان كده هديله 5 نجوم. وده كان رايي الشخصي، المهم تسيبوا رايكم في الكومنتس وتقولوا لي ايه اكتر فيلم كوميك بوكس انتوا بتحبوه. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده من ريفيو ذكي، وشكرا.